الدستور أعطانا أفق آخر. دستور اللي ما بقاش دابا جديد، دستور 2011 هذا الدستور ولا قديم، دستور أعطانا أفق جديد، أعطانا على أساس أننا خصنا نسرعوا إعمال حقوق الإنسانية النساء في الجانب الحقوق في جانبها المتعلق بالحريات. لكن كنشوفوا بان مازال مشاكل في اخراج الهيئه العليا للمناصفه ومكافحه جميع اشكال التمييز. القانون خرج رغم علاته، فين هي الهيئه؟ قانون العنف، قانون 113 متعلق بمناهضه العنف خرج بعلاته وبمجموعه من المشاكل ولم يرقى الى مستوى انتظارات الحركه النسائيه في المغرب ولا انتظارات الجمعيه الديمقراطيه. والمشاكل دابا حاليا ديال التطبيق ديالو، لاحظوا غير هذه يومين واحد الفيديو خطير جدا اللي كيتسارى واللي كيوضح بان اليوم عندنا اشكال خطيره ديال العنف، خاصه العنف الجنسي والعنف الرقمي. كذلك القانون الجنائي اللي مازال في الرفوف ديال البرلمان، واللي اليوم القانون الجنائي يختلف من حيث الفلسفة والتوجهات ديالو مع المقتضيات الدستورية، ومبقاش صالح المغرب الآن، المغرب اليوم، وقوانين أخرى. نزيدو نهضرو على وجود النساء في الولايات والوظائف الانتخابية اللي مازال مرقاتش المستوى ديال المناصفة. واليوم المعركة الأساسية هو أن النساء يجب أن يتواجدن في جميع مراكز صنع القرار سياسي وإداري. اليوم أحد أوراش الإصلاح الكبرى هو التمكين الاقتصادي للنساء. الدراسة الأخيرة اللي أنجزها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي توضح بأن نسبة النشاط ديال النساء ضعيف جدا، وبالتالي اليوم يجب أن نفكر في اقتصاد وطني، اقتصاد وطني حقيقي يضمن النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق مناهضة الفقر خاصة وسط النساء. إذا يجب أن نفكر في سياسة عرضانية تضمن استقلالية النساء وتمكينهن وإدراجهن في سوق العمل. وباش نقدروا نوصلوا لهذه المسألة خصنا نحسنوا بيئة العمل، خصنا نمكنوا النساء والرجال من الحقوق الأساسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل. هذا على مستوى الجانب الاقتصادي. خصنا نحلوا مجموعة من المشاكل، منها المناطق الحدودية، منها القضية ديال الباب سبتة وغيرها 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 وغيرها. المشاكل اللي كاينة مازال متواجدة، خاصة عاملات التوت على مستوى النقل ولا التحرش في الأماكن ديال الحقول. إذا هذه كلها كتبين بأن ما زلنا يجب أن نحسن بيئة العمل وأن نضمن الخبز اليومي لواحد مجموعة من النساء وللرجال طبعا. ثانيا المسألة ديال القضاء على العنف أحد الأوراش الأساسية كذلك، لأن هذا رغم تواجد هذه الترسانة القانونية اللي خرجت واللي دابا حاليا كتطبق، ولكن شكون اللي كيعرفها؟ نعطيك نموذج. انا كنشتغل في المؤسسه التعليميه، كنتكلم مع المدراء ومع رجال ونساء التعليم، كنقول له الله يخليك واش كتعرف القانون 113؟ كيقول لي ما كنعرفوش. اذا كيفاش غدا ولا بعد غد بنيته جايه للمؤسسه التعليميه، جايه للمؤسسه التعليميه باش تقرا تعرضت لتحرش او تعرضت الى عنف، فواش بالفعل غادي شي حد داخل المؤسسه غادي يقول لها راه كاينه خليه؟ اذا هذا القانون رغم ان كونه جاء مجموعه من المقتضيات وواحد مجموعه من الامور ديال الخلايا، فهو مازال ما كيضمنش لنا الحمايه والنهوض بالاوضاع ديال النساء المغربيه. اذا هذا القانون ما كيعرفو حتى شي حد، مازال خصنا مجهود باش يعرفوه المغاربه رجالا ونساء. ثلاثه فيما يخص النهوض بتغيير المدونه، اليوم واش المدونه خصها عاوتاني 25 سنه باش تغير؟ المدونه بينت محدوديتها على المستوى الاول التزويج القصيرات مازال كاين، والنسبه راها الارمونت، راه عندنا 11 او 12% ديال الحالات ديال الزواج القصيرات. وهذا كيوضح بان راه المشكل ملي كنتكلموا على الزواج القصيره راه كنعنيو بان راه بنت راه مشى ليها الكرسي في المدرسه، لان الزواج القصيره معناه ان هذيك البنت ما غتكملش قرايتها. اذا كيفاش الدوله كتقول لك اجباريه التعليم وتمدرس الفتيات والبنت خصها تبقى حتى 18 سنه في الحين انها كتساهم في تزويجها عن طريق الزواج القصير؟ القضيه ديال الارتيكل 49 اللي هو مرتبط باقتسام الممتلكات اثناء بعد الطلاق، هذا فيه حتى هو مشاكل وغيرها غيرها من الفصول ديال مدونه الاسره.
المشكله مرتبطه بالقانون الجنائي، حدث ولا حرج اللي كنشوفوا بانه مازال في الرفوف، وبالتالي لا على مستوى فلسفته ولا على مستوى توجهاته ولا على مستوى مقتضياته مازال فيها حيف، وحيف كبير تجاه النساء وغيرها. اذا اليوم احنا محتاجين القوانين اللي كتعطينا الامكانيات ديال الحمايه، اللي كتعطينا امكانيات وضمانات ديال النهوض بحقوق النساء. علاش؟ ماشي فقط لاننا بغينا النساء، لا، راه بغينا المجتمع يرتقي، والمجتمع ما يمكنش يرتقي وكثر من نص مريض ما تعانيه النساء فيه. هذا بالفعل مرض عضال يجب ان نعمل جميعا رجالا ونساء من اجل تجاوزه ومن اجل النهوض بوضعيه المراه المغربيه. ماشي في المدينه، في الواحه وفي الجبل وفي القريه.